بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا اليوم سنتطرق إلى مقدمة في هاردوير الكمبيوتر، أو في جانب العداد اللي موجود داخل جهاز الكمبيوتر. إذن في الحقيقة من المفروض، أو يعني هذا الدرس ما هوش مباشرة داخل في مقرر الكمبيوتر اركتشر، ما هوش داخل في المقرر بشكل أساسي، لكن من المفيد أن الإنسان، يعني خاصة الطالب، يكون عنده فكرة على المكونات الداخلية لجهاز الكمبيوتر. هذا من المهم أن الإنسان يعرف الشكل الفيزيكال، يعني الشكل تاع الذاكرة، الشكل تاع المعالج، الشكل تاع الأشياء الأخرى، لكي يكون يقدر يكون فكرة نظرية وعملية في نفس الوقت على الأشياء اللي راح نتطرق ليها في المقياس. لذلك قررت أن ندير هذا الفيديو الأول، أو هذا الدرس الأول، راح يكون فقط مخصص لدراسة أو التكلم على بشكل عام، يعني مش راح ندخل في التفاصيل، لمكونات جهاز الكمبيوتر المكتبي. إذا جهاز الكمبيوتر المكتبي، إذا حبينا نشوفه المكونات الأساسية من الخارج، يتكون من سكرين أو شاشة، أو في بعض الأحيان نسميها مونيتور. معروف أنه دورها هو فقط عرض البيانات. هي عبارة على جهاز نفس التكنولوجيا اللي مستعملة في التلفاز أو في أشياء أخرى، يعني هي فقط شاشة عرض بالإضافة إلى لوحة مفاتيح، فأرة أو ماوس كما يسمى. وهذه العلبة أو هذا الكيس هي ما يسمى بالوحدة الأساسية أو Central Unit. يعني أغلب مكونات أو أهم مكونات الكمبيوتر موجودة داخل هذه العلبة اللي هي احنا نسميها الكمبيوتر كيس، أو هذا الجهاز. لذلك كثير من الناس ما عندهمش أدنى فكرة على المحتوى الحقيقي أو المكونات الحقيقية اللي موجودة داخل هذا الكيس أو داخل هذه العلبة. لذلك راح نحاولوا أن نتطرق لهذه الأشياء بشيء من، يعني بشكل عام، في هذا الدرس. إذن المكونات الأساسية لجهاز الكمبيوتر، مما يتكون جهاز الكمبيوتر، أو لما نفتحوا هذه العلبة من الداخل، وش نجدوا؟ نجدوا أهم مكون هو ما يسمى ب المذربورد. المذربورد أو اللوحة الأم، أو الفرنسي اسمها لا كارت مير. يعني المذربورد تسمى بالمذربورد لأن هذه اللوحة الإلكترونية كل المكونات الأخرى راح تربط بها في نهاية الأمر. إذا تسمى باللوحة الأم لأنه هي تجمع جميع المكونات الأساسية اللي موجودة في المذربورد. إذا هذا هو شكل المذربورد، أو شكل نوع من أنواع المذربورد. بالتأكيد أنه هذه الأشياء تختلف من تكنولوجيا إلى أخرى، تختلف من جيل إلى آخر. إذا يعني ماهوش كل المذربورد راح تكون بهذا الشكل بشكل أساسي، لكن هذا فقط هو مجرد مثال على ماذا مفهوم، أو على الشيء اللي نقصده بالمذربورد. يعني راح تكون لوحة على هذا الشكل. إذا المذربورد أو اللوحة الأم، أهم مكون راح يركب، أو إحنا راح نركبه وكأنه راح نركبه جهاز كمبيوتر من الصفر. أول مكون وأهم مكون راح يركب في المذربورد هو ما يسمى بالسي بي يو أو المعالج. إذا هذا هو السي بي يو. يعني إحنا أغلب الأشياء راح ندرسوها راح تكون داخل هذا السي بي يو. إذا هذا السي بي يو هو وحدة منفصلة، يعني نشتروها بشكل منفصل ونركبوها داخل المذر بورد. يعني عادة تركب في هذا المكان، ويسمى ما يسمى بالسي بي يو سوكيت. إذا هذا يسمى بالسي بي يو سوكيت، و هذا هو السي بي يو. إذا الآن أصبح عندي لوحة أم اللي هي مذر بورد، إضافة إلى ما يسمى بالسي بي يو. إذا هذا السي بي يو هو الجزء أو الوحدة المسؤولة على معالجة البيانات، على القيام بالعمليات الحسابية. كل شيء راح يكون داخل هذا العنصر الصغير جدا اللي يركب كجزء من المذربورد. إذا هذه تسمى بالمذربورد، وهذه يسمى بالسي بي يو. الآن بعد ما ركبنا، أو بعد ما أصبح عندنا مذر بورد اللي هي لوحة أم زائد سي بي يو، الجزء الثاني أهم جزء بعد السي بي يو هو ما يسمى بالميموري أو الذاكرة. إذا لما نقوله الذاكرة، لما نتكلم على الذاكرة، الذاكرة عادة تكون بهذا الشكل. يعني هذا الشكل تكون عبارة على قطعة مستطيلة الشكل، أو نسمى احنا بالإمبارات. يعني هي قطعة بهذا الشكل وتركب في هذا المكان، تركب عادة في هذا المكان. يعني هنا مثلا في هذه اللوحة الأم هناك
مكانين لتركيب الذاكرة، فيه لوحة أم وين يكون هناك 4 أماكن. يعني هذا راح يتحكم في حجم الإجمالي للذاكرة اللي تدعمها هذا المذربورد. مثلا لما يكون عندك مكانين، تقدر تركب على سبيل المثال قطعتين تاع ذاكرة، في كل واحدة فيهم مثلا فيها 2 جيجا بايت أو 4 جيجا بايت، مثلا يكون عندك 8 في المجموع إلى آخره. إذا هذه ما تسمى بالميموري، يعني الميموري أو الذاكرة تشترى بشكل منفصل على المذر بورد. يعني نشتري مذر بورد، ثم نشتري السي بي يو، ثم نشتري الميموري. إذا الميموري تكون دائما بهذا الشكل، وأكيد الميموري فيها أنواع، فيها دي دي بايثون، دي دي آر 2، دي دي ار 3، دي دي ار 4، حاليا 5 الى اخره. يعني كل جيل وخصائصه وسرعته وحجم التخزين الخاص به الى اخره. الان الجزء الثاني، اذا اصبح عندنا ماذر بورد اللي هي اللوحه الام اللي نركبوا فيها كل شيء، اصبح عندنا سي بي يو اللي هو المعالج، اصبح عندنا ميموري اللي هي المكان الاساسي او الذاكره الاساسيه لجهاز الكمبيوتر. الان الميموري كما راح نتعرف عليها بشكل يعني مفصل في الدروس اللاحقه، الميموري هي وحده تخزين فولاتيل، ما تسمى بفولاتيل. او بعباره اخرى، الميموري يعني تفقد البيانات بمجرد فقدان التيار الكهربائي، بمجرد انه تغلق الجهاز، فكل البيانات، كل شيء كان مخزن في الذاكرة راح يروح، وبالتالي يحتاج إلى وحدة تخزين دائمة. إذا ملفاتنا اللي موجودة في جهاز الكمبيوتر، مثلا صور، ملفات البي دي اف، كل هذه الأشياء اللي مخزنة داخل جهاز الكمبيوتر ما هيش مخزنة في الذاكرة، هي مخزنة في ذاكرة أخرى اللي هي ما تسمى بالهارد ديسك، أو بالفرنسية نسميه احنا ديسك دور، أو بالإنجليزية يسمى بالهارد ديسك أو القرص الصلب. إذا هذا هو الجهاز اللي مسؤول على تخزين البيانات او تخزين الملفات بشكل دائم، يسمى بالهارد ديسك. والهارد ديسك يوصل هو ايضا الى وحدة، او يوصل مع البطاقة الام بواسطة كابل خاص يسمى بالساتا كيبل. بساتا كيبل، اذا هذا الوحدة هي اللي مسؤولة على تخزين البيانات او تخزين المعطيات بشكل عام. اذا لاحظوا انه كل شيء يوصل بالبطاقه الام او بالذاكره الام. الان هذه الاجهزه كلها، بما فيها البطاقه الام، بما فيها الذاكره، بما فيها السي بي يو، بما فيها الهارد ديسك، تحتاج الى طاقه لتشتغل، تحتاج الى تيار كهربائي لتشتغل. والتيار الكهربائي اللي موجود في المنزل هو، تعرفوا انه قيمته هي 220 فولت. اذا نحتاج الى جهاز يحولنا هذا التيار الكهربائي الى تيار اخر، يعني اللي يقدر يستعمله الجهاز الكمبيوتر. هذا هو الجهاز المسؤول على هذه العمليه اللي يسمى بالباور، باور سبلاي. اذا الباور سبلاي او ما يسمى بوحده التغذيه بالطاقه هو جهاز ايضا منفصل، يعني يكون على هذا الشكل، يعني وهو عاده معروف عند العامة لأنه هو عرضة للتلف بشكل يعني دائم في كثير من الأحيان. يعني أول أو أغلب الأعطال تاع جهاز الكمبيوتر تبدأ من هنا، من باور سبلاي، نظرا أنه مثلا هناك خلل في التيار الكهربائي إلى آخره. فعادة هذا الجهاز هو أول شيء يتلف في جهاز الكمبيوتر، بالتالي في كثير من الأحيان تضطر إلى أنك تغيره، ولحسن حظ ثمنه ماهوش مرتفع بشكل كبير. يعني نتكلم عن النوع العادي، ماهوش البروفيشنال. وبالتالي هذا الباور سبلاي يعني يدخل له 220 فولت ويخرج لي مجموعه من قيم تاع تيار كهربائي 5 فولت 12 فولت الى اخره، تقوم بتغذيه اللوح الام. يعني هو راح يغذي اللوح الام، ويغذي ايضا على سبيل المثال راح يغذي الهارد ديسك. اذا هذا الهارد ديسك على سبيل المثال يتغذى من يعني من ناحيه التيار الكهربائي، يتغذى من الباور سبلاي، ومربوط مع البطاقة الأم بكابل بيانات أو بخط بيانات. لأنه هذا الهارد ديسك يعني هو عبارة على مجموعة من الأقراص ومربوطة بمحرك، والمحرك هذا يقوم بالدوران بسرعة معينة إلى آخره، فيحتاج إلى طاقة كهربائية للدوران، وبالتالي يجب
ربطه بشكل مباشر بوحدة التغذية بالطاقة. إذن بشكل عام هذه هي المكونات الأساسية اللي موجودة داخل جهاز الكمبيوتر، إضافة إلى هذا المكون اللي هو ممكن ما نجدوش في أغلب أجهزة الكمبيوتر، اللي هو ما يسمى بالجرافيكس كارد أو وحدة الرسومات أو بطاقة الرسومات. هذا الجرافيكس كارد وظيفته هو يعني دعم الرسومات أو الجرافيكس اللي موجودة في جهاز الكمبيوتر، مثلا الألعاب، برامج مثلا 3D ديزاين إلى آخره، كلها تحتاج إلى هذه البطاقة اللي هي ما يسمى بالجرافيكس كارد. الآن الجرافيكس كارد هي عبارة عن نظام مستقل، وأهم شيء داخل الجرافيكس كارد هو ما يسمى بجي بي يو. جي بي يو، إذا لاحظوا أنه هنا عندي سي بي يو، هي اختصار على كلمة سنترال بروسيسنج يونت، وهنا عندي جي بي يو وهي اختصار على كلمة جرافيكس بروسيسنج يونت. إذا الجرافيكس كارد هي عبارة، أهم جزء في الجرافيكس كارد هو ما هو؟ هو ما يسمى بالجي بي يو. الجي بي يو هو عبارة عن معالج مثل هذا، لكن موجود داخل هذا الجهاز اللي هو الجرافيكس كارد. هذا المعالج هو خاص فقط بالجرافيكس، يعني خاص فقط بالجرافيكس. إذا هذا المعالج دوره هو أنه يقوم بالعمليات الحسابية الخاصة بالجرافيكس بشكل سريع جدا، وبالتالي هذا السي بي يو أو هذا المعالج راح يكون في حالة راحة، وبالتالي كل العمليات الحسابية اللي يحتاجها مثلا لما تكون تلعب في ألعاب الفيديو، أو لما تكون تستعمل مثلا في برنامج مثل 3 دي ماكس أو مثل سينما 4 دي، كل هذه البرامج اللي تحتاج إلى عمليات حسابية معقدة جدا تحتاج إلى أنه يكون عندك جي بي يو داخل الجهاز. بالتالي فيه كثير من التطبيقات، فيه كثير من المجالات وين لازم نضيفوا هذا الجي بي يو إلى النظام باش يكون عندنا، باش نكونوا نعملوا براحة كبيرة. لذلك الأجهزة مثلا اللي تكون خاصة بالألعاب أو تكون دائما تحتاج إلى جي بي يو، لأن الألعاب تقوم بعملية حسابية جد معقدة اللي باش توصل إلى هذيك الدقة وهذيك الصورة اللي نعرفوها احنا، فهناك عملية حسابية معقدة جدا، وللقيام بها ما يكفيش انه يكون عندنا فقط سي بي يو، لازم يكون عندنا بروسيسور او معالج خاص بالرسومات اللي هو ما يسمى بالجي بي يو، واللي نوجدوه عادة في الجرافيكس كارد. واثمان الجرافيكس كارد تختلف حسب امكانيات هذا الجي بي يو بشكل خاص. إذا هذه هي المكونات عادة الأساسية اللي موجودة داخل جهاز الكمبيوتر. إذا نعاود نذكره، عندنا المعالج الأساسي اللي هو السي بي يو، عندنا الباور سبلاي هي وحدة التغذية بالطاقة، عندنا الميموري هي الذاكرة الأساسية اللي موجودة داخل جهاز الكمبيوتر، عندنا الهارد ديسك اللي الآن أصبح فيه تكنولوجيا جديدة تسمى بالاس اس دي أو الام في ام اي إلى آخره. المهم هو وحدة تخزين دائمة للبيانات، إضافة إلى جي بي يو أو ما يسمى بالجرافيكس كارد، وهي وحدة حسابات خاصة بالرسومات أو بالألعاب أو ما شابه ذلك. إذن كل هذه المكونات تربط بالمذربورد، يعني باللوحة الأم، وتركب داخل هذه العلبة اللي هي ما تسمى بالكمبيوتر كيس او العلبة اللي الكمبيوتر كيس. اذا اي واحد يستطيع انه يركب جهاز الكمبيوتر بشكل يعني وحده بشكل مستقل، يعني فقط تحدد الامكانيات او الاحتياجات اللي تحتاجها، وتقوم بشراء يعني المكونات هذه بشكل منفصل وتركيبها، ويكون عندك جهاز كمبيوتر خاص بك بالمواصفات اللي تحبها. اكيد انه هناك بعض التفاصيل، فمثلا لما تشتري مودر بورد اكيد انه المودر بورد تدعم نوع معين، جيل معين من البروسيسورز، نوع معين، جيل معين من الميموري، ممكن ايضا نوع معين او جيل معين من الهارد ديسك والى اخره. اذا هناك نوع من التفاصيل، لكن من المفيد انه الانسان خاصه اذا كان اختصاصه كمبيوتر ساينس انه يكون يعرف هذه الاشياء. يعني مفيد جدا انه الانسان ما يفصلش بين النظري والعملي، انه دائما يحاول يربط كل ما هو نظري بكل ما هو عملي، يوسع الانسان ثقافته العمليه، لانه هذا مهم جدا، يساعدك في فهم الجانب النظري اكيد، لانه لما تكون
تتكلم على الميموري، لما تكون تتكلم على المذر بورد، مصطلح الاشياء هذه تكون عارف فيزيكلي يعني بشكل فيزيائي كيف هي موجوده. وفي نفس الوقت يعني مش معقول انه الانسان يكون اختصاصه مثلا يكون عنده شهاده لايسنس او شهاده ماستر في الكمبيوتر ساينس وما يعرفش وش معناها مذر بورد، ما يعرفش يركب جهاز كمبيوتر، ما يعرفش يقوم بهذه الاشياء. اذا هذا بشكل عام هو مقدمة في الكمبيوتر هاردوير، ما هي المكونات الأساسية إلى آخره. دونك نتمنى أن تكونوا استفدتوا من هذا المقدمة، يعني ما نقدرش نقولوا باللي هي درس فقط، هي برزنتيشن خاصة بالكمبيوتر هاردوير اللي راح تسمح لنا أن نبدأ بشكل عملي في الكمبيوتر أركتكتشر. إذا بعد ما شفنا هذه المقدمة راح نحاول الآن نمر أو نتكلم على موضوع آخر. إحنا في الكمبيوتر أركيتكتشر ما راح نتكلم على الكمبيوتر هاردوير للأسف، يعني ما هوش موضوعنا الأساسي هو الكمبيوتر هاردوير، يعني كيف يصنع السي بي يو، كيف تصنع الميموري، كيف يعني هذا هو الكمبيوتر هاردوير. إحنا ما راح نتعلمه في هذا لأنه كثير من الناس يظنوا أنه لما نقول كمبيوتر أركيتكتشر يظنوا أنه راح نتكلم على كيف تركب جهاز كمبيوتر، كيف تختار السي بي يو، كيف تختار الرام، يعني كيف ممكن تصلح الكمبيوتر. لا، مش هذا هو اختصاصنا، ما هوش هذا هو الهدف من الكمبيوتر اركتكتشر. الهدف من الكمبيوتر اركتكتشر هو فهم كيف يقوم هذا النظام بالعمل. يعني في هذا النظام كاملا ما فيه المذر بورد، فيه رام، وفيه سي بي يو. احنا هدفنا الاساسي هو انه نفهم كيف يعمل جهاز الكمبيوتر، يعني ثيوريكلي نظريا كيف يصمم جهاز الكمبيوتر، كيف يصمم conceptually. يعني الصناعة أو التصنيع هي شيء آخر، يعني كيف نقوم بصناعة السي بي يو، كيف نقوم بصناعة الرام، هذه أشياء تكنولوجية تعتمد على التكنولوجيا، يعني وممكن تدرس في مجالات مثلا الإلكترونيكس أو أشياء أخرى. لكن إحنا ككمبيوتر ساينس هدفنا ما هوش أنه نفهم كيف يصنع physically، يعني كيف يصنع في المصنع مثلا السي بي يو، او كيف تصنع الرام، او كيف يصنع المذر بورد. لا، مش هذا هو هدفنا. هدفنا هو فهم مبدا العمل تاع السي بي يو، يعني كيف السي بي يو يعمل، كيف يصمم، كيف نقوم بهندسه السي بي يو، كيف تصنع او كيف تصمم الميموري. يعني نتكلم على الجانب الثيوريكال او الجانب النظري في الموضوع. إذا بالنسبة لنا احنا لما نقول على الكمبيوتر اركتكتشر نقصد به هذا الشيء او هذا الرسمة، يعني احنا راح نديرو ابستراكشن، يعني ما يهمناش هذا التكنيكال ديتيل او ما يهمناش هذا الهاردوير، اللي يهمنا هو الكونسبتشوالي. يعني مثلا احنا بالنسبة لنا احنا هذا السي بي يو هو نرمز له بهذا الاطار. يعني بالنسبة لنا احنا السي بي يو هذا اللي هو عبارة على هذا المربع الصغير هو عبارة على وحدة فيها مكونات تسمى فيها ريجسترز، فيها كاش، فيها ALU، فيها CUI. إذن هذا هو بالنسبة لنا احنا CPU. الميموري هي نفس الشيء. إذن الميموري بالنسبة لنا هي وحدة تخزين، وحدة تخزين البيانات. الباس بالنسبة لنا احنا هو وحدة نقل البيانات بين CPU والميموري. إذن أكيد أن الباس سيكون موجود داخل هذا المذر بورد. إذن هذا المذر بورد فيها هذا الأماكن وين موجود الرام، هنا موجود سي بي يو، والباص راح يكون موجود هنا بشكل أساسي. إذن إحنا دورنا في الكمبيوتر أركتكتشر أو في هذا المقياس أو في هذه المادة هو دراسة هذا الأركتكتشر أو هذا التصميم تاع الكمبيوتر، ما هوش الهاردوير بشكل أساسي. إذن نتفق على النقطة جيدا. يعني من هنا فصاعدا ما راحش نتكلم على الهاردوير، ما راحش نتكلم على الجانب الفيزيكال تاع الهاردوير. ممكن ناخذ امثله، مثلا نتكلم على تكنولوجيا تاع الميموري، ممكن نتكلم على مثال معين تاع سي بي يو معين، لكن ما راحش راح نتطرقوا او ما راحش راح نركزوا على الهاردوير بشكل خاص. راح نركزوا فقط على الكونسبتشوالي، يعني ما هو مبدا عمل السي بي يو، ما هو مبدا عمل الميموري، كيف يقوموا يعني بالكوميونيكيشن او بالاتصال مع بعض، كيف يقوم السي بي يو بالكوميونيكيشن مع مثلا وحده الادخال والاخراج اللي هي الايبوت اوتبوت الى اخره. اذا هذا كان اول مقدمه في مقياس الكمبيوتر اركتكتشر، نتمنى ان تكونوا استفدتوا منها
وأنتلقى إن شاء الله في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.